بسم الله الرحمن الرحيم. انا الطالب محمد جمعة الحراسيس، طالب طب سنة رابع في اوكرانيا. طبعا احنا لنا من شهر 2/3 واحنا بنخاطب بالوزارة على اساس يعملون لنا حلول، لحد الان ولا اي حل مرضي. جميع حلولهم مش في مصلحة الطالب، هذا اول شيء. دائما كل ما نيجي على الوزارة، هاي ثالث وقفة لنا، كل ما نفوت على الوزارة تخدير، هاي سمحنا لكم تسجلوا، هاي سمحنا لكم تقدموا طلبات، هاي سمحنا لكم تنقلوا على دول برا. طب انا كطالب كيف بدي انقل على دولة برا وانا ما معي ملفي؟ يعني الملف هو عدم المؤاخذة، هو الوسيلة الوحيدة اللي بتقدر اني انا انقل فيها على اي دولة برا. ثاني شيء، اللهم صل على محمد، في طلاب عندنا خريجين السنة الجاي، طلاب بيطالبوا انه تكون السنة هاي اونلاين، هذا من حقهم، لانه الجامعات الأردنية في نظام المعادلة تبعها ما بتعادل إلا 50%. طب هذا الطالب راح يتضرر، ضايل له سنة أو سنتين راح يتضرر، خليه يا عم يكمل أونلاين أو قل له شوف لك دولة ثانية وكمل فيها. فلحد الآن سياستهم وتعاملهم معنا سيء جدا في الوزارة. لحد الآن السياسة تبعت الوزير، حتى الوزير مش مستنظف يجي قابلنا. يعني إحنا تقريبا 400-500 طالب منعاني إلنا 5 أشهر قاعدين في الدور، لا حل ولا تسجيل في الجامعة، وما ظل غير شهر واحد ظل لا أوراق معانا ولا جامعة قابلتنا. طب إحنا ظللنا شهر، يعني إذا إحنا ظللنا شهر ما ظل شيء. الجامعات كمان شهر بتسكر تسجيلها، والجامعات في الأردن داوموا صيفي. طب في طلاب هون كمان، في طلاب الطبي داوموا صيفي، فأنت من سياستك ما بدك تقبلني هون، جيب لي ملفي وقول لي الله يسر أمرك واطلع على دولة برا خليها تعادل لك. ما وفي طلاب كانوا جايبين اوراقهم وعلاماتهم قاعدوا يتحججوا اول مره، الطالب اللي معاه علاماته اوراقه بيطلع له يعادل، هون بنعادل له، بنعمل له اسس معادله معينه، كل طالب معاه ملفه، كل طالب معاه اوراقه ما عادلوا له، يعني رفضوا انهم يعادلوا له، قالوا له انت بتخضع لامتحان والامتحان لا يراعي اي فروقات فرديه. انا كطالب اللي بدرس 5 سنين بالروسي، كيف بتمتحني بالانجليزي؟ طب ليش تجبرني برا لما طلعت عن طريق التعليم العالي اني ادرس بلغه الدوله؟ ما دامك انت هون بدك تعاملني كطالب خريج الاردنيه، امتحن بالانجليزي. سياسه كلها عوج. يعني احنا لحد الان ساكتين، هاي اول مره بنطلع ومنطالب بحقوقنا، هذا حق الي، يا بتخليني اكمل بالاردن يا ما بتقول لي تفضل هاي ملفك اطلع شوف لك دوله ثانيه وخلصك. والله يعطيكم الف عافيه. يا ساميه، كما عهدنا الهاشميين في السابق، تجاوباً لاعتصامنا ووقفتنا هذه من أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بنصرة الطلاب الأردنيين المنكوبين العائدين من الجامعات الأوكرانية بسبب الحرب، والتي قضيتهم تزيد عن 5 شهور في مهب الريح. صحيح أنه وزارة الخارجية ما قصرت، جابتهم تحت نيران الحرب والقصف والظروف القاسية على الحدود البرية الأوكرانية الأوروبية، ولكن الحمد لله وصلوا أولادنا سالمين غانمين. ونريد الآن من وزارة التعليم العالي بأنها تحقق مطالبنا لهؤلاء الطلبة اللي بيبلغ عددهم 300 طالب. أول إشي إصدار قانون استثنائي ينص على قبول جميع الطلبة في الجامعات الأردنية، ويتم ترفيع كل طالب إلى السنة الأكاديمية التالية، يعني اللي خلص السنة الأولى يطلع السنة الثانية، واللي خلص السنة الثانية يطلع الثالثة، وهكذا. علما بأنه معظم الطلاب خلصوا رابعة وخامسة، يعني ضايل لهم فقط عليهم الطلاب خامسة، ضايل لهم سنة. هؤلاء الطلاب لهم مطلب خاص، بيطالبوا من في وزارة التعليم العالي بأنه يدرسوا أونلاين، يكملوا السنة السادسة أونلاين. وإحنا أملنا كبير بحكومتنا الحكيمة، وإن شاء الله يصدروا قرار وقانون يعني يرضي الجميع، والله ولي التوفيق. شكرا لكم. وزير التعليم العالي لم يتم مقابلة وزير التعليم العالي لغاية الآن، ولكن أملنا اليوم إن نقابله ونبلغه بمطالبنا، وإن شاء الله نلاقي التجاوب عند النشامة إن شاء الله. هل هناك إجراءات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبكم؟ لا، لن تكون هناك إجراءات تصعيدية، بل إجراءات متابعية سلمية ضمن القانون الأردني، لأنهم ما شاء الله عليهم كلهم طلاب أطباء نخبة المجتمع الأردني، واعيين وصاحيين وبيعرفوا شو بدهم وش بيعرفوا شو إلهم وشو عليهم. وإن شاء الله يتم التجاوب معنا من الخطوة الأولى هذه، وعلى أمل إن شاء الله نسمع قرار عاجل
بنصر الجميع إن شاء الله. أنا الطالب عون عمر الشبلي، طالب سنة رابعة طب بشري خاركوف أوكرانيا. أهم مطالبنا يا سيدي العزيز أنه يقبلونا في سنتنا الدراسية، يعني اللي خلص رابعة يكمل للخامسة. حكونا في امتحانات ورحنا قدمناهم تقريبا لحد الآن 4 امتحانات. مبدئيا ما راعوا فرق اللغة الشاسع والكبير، يعني أغلبيتنا دارس في اللغة الروسية، كان الامتحان في اللغة الإنجليزية بشكل صعب جدا، غير أنه مستوى الامتحان كان أعلى من مستوياتنا. يعني إحنا طلاب السنة الرابعة دارسين طب باطني جراحة كذا، جابونا نساء وتوليد وأطفال بشكل مدقق وعميق جدا، ما في أي حد من هذول الطلاب وصل للمستوى هذا، فأمر طبيعي أنه ما ينجح. يعني ولا واحد نجح في جميع الامتحانات لحد الآن، يمكن قدمنا 4 امتحانات ولا أي طالب نجح. يعني هذا الأمر مش منطقي، مش منطق ولا واحد ينجح، كان المستوى عالي جدا. غير أنه في طلاب ضايلهم سنة وسنتين والوزارة هون رافضين التعليم عن بعد عن أونلاين. ليش يعني مثلا الطالب هذا ضايل له سنة وسنتين ما يكمل أونلاين يخلص ويأخذ شهادته؟ ليش يرجع لسنة أولى؟ يعني في أحد القرارات طلع من جامعة التكنو أنه الطالب حتى لو كان سنة سادسة بدهم يرجعوا للكورس الأول، يعني حرام يروح عليه 5 سنين. فهذا الموضوع صعب وجدا يعني تقيل علينا. الله وبركاته. أنا الطالب يحيى عاطف الطالب من طلاب كييف، طالب طبيب بيطري في كييف، وطالب يعني سنة خامسة وطالب في موضوع الأونلاين، لأنه ضايل علينا أنا كثير من الشباب الموجودين سنة ويعني سنة ويخلص. فالآن كيف بدي يرجعنا على الأردن ويرجعنا بالأردن لسنة ثانية وثالثة؟ بدي غير عليه موضوع اللغة. في هاي الحالة احنا خسرنا اقل اشي 3 سنوات من حياتنا، فنطالب بموضوع الاونلاين. وبالنسبة لموضوع الاوراق، في طلاب الجامعات مثل خاركوف سومي الشباب اللي اوراقهم ما قدروا يحصلوها، نطالب وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية بتحصيل أوراقهم من قبل الحكومات الأوكرانية. شكرا. العافية. أهم طالبنا أول إشي، أنا طالب جيت معي أوراقي، قرار الوزير طلع اللي معاه أوراقه يعفى من الامتحان، فوتونا امتحان في التكنو وفي الأردنية، فوتونا امتحان حكونا لازم تفوت امتحان بس شكلي. الأردنية قالت لي بتقدر ما تفوتش امتحان، بتقدر تروح تعادل ورقك، بس أنا طالع سادسة بحكوا لي أكثر من ثالثة ما نأخذك. طب أنا أضيع 3 سنين ليش عدم المؤاخذة؟ غير هيك أونلاين بحكوا لك إحنا ما عندنا مشكلة، بدك أونلاين ارجع جوا أوكرانيا على الحرب وقدم أونلاين من هناك. طب أنا ليش طلعت من أوكرانيا وليش الحكومة الأردنية أجلتني بعديها عشان أرجع مرة ثانية على الجامعات الأوكرانية والأوكران يأخذوا أونلاين الآن؟ وهي النقطة، في أوكرانيا التعليم أونلاين، نرجع جوا أوكرانيا بس عشان أونلاين؟ طب ما وياتهم عملوا لنا استثناء لمدة 4 أشهر، يعطونا استثناء في باقي المدة، هاي اللي بنطالبه. يعني هون الجامعة بتحكي لك، بحكي لها الوزير عمل استثناء، قالت الوزير عمل استثناء، بس احنا في ناحية المعادلة الجامعة بتتخذ القرار مع رأي الوزير. وأكثر من 3 سنين قالت لي ماكسيموم يعني احتمال ضئيل تفوت سنة رابعة، أكثر من هيك مستحيل. وشكرا. يا سيدي أنا أول امبارح كنت عند وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي. وزير التعليم العالي خلص أدي مننا، قال هذا من ضمن اختصاص الجامعة السنوات. قلت يا عمي عندك امتحان كروك 3 سنوات، أنت اعتمدتوه وامتحنتوا أولادنا تحت إشرافكم، اعتمدونا يا بدناش السنة الرابعة، خلوهم عبوا 3 سنوات. ما ردش علي الحكي هذا رئيس وزير التعليم العالي أول امبارح.